بدعوة من سفارة دولة فلسطين في إسبانيا، جرى إحياء الذكرى 41 لمجزرة صبرا وشتيلة في فعالية وفاء للشهداء الذين ارتقوا على يد الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات الموالية له، للتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المجرمين. ولكي لا ننسى، لأن ذاكرة الناس قصيرة، كي لا ننسى يجب أن نتذكر هذه المذبحة دائما، ونحيي هذه الذكرى إحياء لذكرى الشهداء ولما تعني هذه المجزرة في تاريخ الشعب الفلسطيني. واليوم تتكرر المجزرة بأدوات أخرى وفي مكان آخر. شارك في الفعالية إلى جانب الجالية الفلسطينية حقوقيون إسبان الذين استنكروا بدورهم هذه المجزرة التي خلفت صوراً مؤلمة لا تنسى في الذاكرة الفلسطينية والتي لم يحاسب مرتكبوها للآن. De que rigen el derecho internacional humanitario les llevara ante una sala y permitiera que sus víctimas tuvieran acceso a la justicia, acceso que se les viene denegando desde hace 41 años. Estamos detrás de una escalera o delante de una escalera, ¿no? Imagina los obstáculos que han tenido que superar las víctimas que reiteradamente han solicitado que se hiciera justicia y nunca lo han conseguido. Uno de los derechos del acceso a la justicia es poder presentar la causa ante un tribunal y que un tribunal someta a enjuiciamiento los horribles crímenes que se cometieron. ما زال الفلسطينيون رغم السنوات التي مرت على ذكرى إحدى أكثر المجازر وحشية يصرون على محاسبة القتلى ويطالبون بوقف مسلسل الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. رزان ملاش، تلفزيون فلسطين، إسبانيا.